حياكم بالزبدة، معاكم خالد، واليوم راح نشوف باك باك أو حقيبة لحمل اللابتوب من HP. يقول لك هذه الجنطة مو عادية، نبطل السحاب اللي قدام نشوف يطلع معانا باور بانك من شركة HP، معتمد حق اللابتوبات والتليفونات، أيضا تقدر تشحن فيه أغراضك وهو داخل الجنطة. الصراحة ما توقعت من HP كواليتي جنطة باك باك مثل هذه. ملمسها يشابه بنطلونات الجينز، فيها مسكة باللون البني مصنوعة من الجلد، وأشوفها تعطي اللون الرمادي شكل وايد حلو الصراحة. الجنطة فيها أماكن تخزين من الناحيتين اليمين واليسار، وفيها أيضا أماكن تخزين عديدة تقدر تحط فيها وايد أشياء. عندك مكان التخزين اللي تحط فيه كل أغراضك، هاردسكات، شحن لابتوب، فيب، بطاريات، أي إن كان أنت مسافر تبي يدوم معاك زيادة. وأيضا عندك مكان حق الآيباد، لا هذا مو حق اللابتوب، هذا حق الآيباد، لأن اللابتوب في مكان حقه مخصص بروحه في خلف الجنطة مثل ما تشوفونه هني. فمن ناحية التخزين أشوف أن الجنطة ممكن تشيل كل أغراضك بكل سهولة، والحلو فيها أنها ضعيفة وطوالية، معناته أنها ما تصير وايد كبيرة ورا ظهرك، تصير وايد متفوخة. تشيل لابتوبات توصل إلى حجم 17 بوصة، وفيها أيضا غطاء حق المطر، إذا أنت مسافر يحاشك مطر تغطيها بالكامل علشان ما يحوش الإلكترونيات اللي داخل أو الأغراض اللي حاطها ماي. وأيضا إذا تعبت من شيلها على ظهرك تحطها على مسكة الجنطة السحب وتريح بالك وتسحبها مع الجناط الثانيين. الجنطة لو تشوف سعرها يمكن تقول شوية غالية، لكن يمعها باور بانك رين كفر، وفيها مميزات وايد حلوة من ناحية كواليتي، من ناحية أماكن التخزين. ما شفت جنطة صراحة مثل هذه بهالديزاين بهالكواليتي صراحة. HP أحييكم على الجنطة هذه. تحصلون هذه الجنطة في معارض وموقع إكسايت الغانم على الإنترنت.